وأما الآن مشاهدينا الكرام فنتعرف معا على أحوال الطقس في مصر وفي أرجاء العالم كله من خلال النشرة الاقتصادية. نعود مرة أخرى إلى دينا. إليك دينا. شكرا لكم وأخبار الطقس محليا وعالميا. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الاثنين طقس بارد نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء. وهذه درجة الحرارة المتوقعة غدا على بعض المدن والمحافظات. نبدأ بالقاهرة 16-9، الإسكندرية 15-9، مطروح 15-10، بورسعيد 15-10، الإسماعيلية 16-8، السويس 17-9، العريش 15-8، طابة 20-13، شرم الشيخ 21-13، الغردقة 20-12، الأقصر 22-11، أسوان 23-11، الوادي الجديد 22-10، شلاتين 23-13، وحلايب 25-14. والآن نستعرض معكم درجات الحرارة المتوقعة غدا الاثنين في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.